تقول عن هذا الاستجواب فرصة الوزير لإبراز إنجازاته. لما نقبل بالديمقراطية نقبل بحلوها ومرها، وأنا كله أقول إن الاستجواب هو فرصة للوزير لإبراز إنجازاته، وكذلك هو كشاف حقيقي إذا كانت هناك مشاكل أو أمور هو ما يعرفها يتسلط عليها الضوء. التوصيات إن شاء الله من غدا قبل لا تصلني سأقوم بتفنيدها والقيام على إن شاء الله القيام بها. أيضا